أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الإمام المراغي، نسبة إلى فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي كان شيخا للأزهر الشريف وتوفي في عام 1945 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن اليوم في اليوم الأول من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي يقام في مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، معنا في هذا اللقاء الطيب الدعوي الثقافي المبارك والذي يدور حول موضوع هام، وهو الدين المعاملة، المعاملة مع كل الناس. وقولوا للناس حسنا، لجميع الناس. يحضر معنا هذا اللقاء قارئا فضيلة القارئ الشيخ صبري متولي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ عبد الله بدران، ومعنا من السادة العلماء الأجلاء الأفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف السابق، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي الإيماني كوكبة من علماء وزارة الأوقاف. يحضر معنا فضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ كامل محمد أحمد، مدير إدارة أوقاف حلوان، فضيلة الدكتور ياسر معروف، مدير إدارة أوقاف المعادي، فضيلة الشيخ ربيع الليفيدي، مسؤول تفتيش المتابعة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ شعبان عبد الحليم توفيق، المفتش بأوقاف حلوان، وفضيلة الشيخ حسام عبد السميع محمد، المفتش أيضا بإدارة أوقاف حلوان، وفضيلة الشيخ أحمد طاهر إبراهيم، المفتش بأوقاف المعصرة. يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي جمع غفير من رواد مسجد الإمام المراغي، ومن محبي العلم والعلماء والثقافة، جاءوا ليتزودوا بالعلم، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء والابتهال. ف
فما أعظم هذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي القائمين على هذا العمل الطيب الكريم المبارك بوزارة الأوقاف خير الجزاء. أيها الأحبة، موضوع هذا اللقاء يدور حول الدين المعاملة، وسوف نستمع من علمائنا الأفاضل ما يروي ظمأنا إن شاء الله حول هذا الموضوع الهام. أما البداية دائما فمع القرآن الكريم، مع أطيب الذكر، مع أحلى الكلم، مع القرآن الكريم الذي شهد له أعداؤه قبل أحبابه وأنصاره. قال كبيرهم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه القرآن الكريم، وبشرنا من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا ببركة كتابك الكريم، ببركة القرآن الكريم، واحفظنا واحفظ علماءنا واحفظ مساجدنا واحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظك، وأمنها بأمنك، وانصرها بنصرك، وارزقها برزقك، واسترها بسترك، وسائر بلاد العالمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، خير البداية مع هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صبري متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيء آمن الرسول
صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ صبري متولي، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن أسابيعها الدعوية الثقافية، التي تجوب بها مساجد مصر العامرة. وهذا هو اليوم الأول الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة. هذا هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الذي ينعقد في هذا المسجد العامر، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. هذه اللقاءات الدعوية، اللقاءات الثقافية، تنشر الفكر الوسطي، تنشر الوعي، تنير العقول، تنشر سماحة الدين الإسلامي. وكما قلنا ونكرر حمدا لله سبحانه وتعالى أن عادت مساجدنا لتستعيد رسالتها الدعوية التنويرية، فأصبحت المساجد والحمد لله عامرة بإقامة الصلاة، عامرة بتلاوة القرآن الكريم، حيث مقارئ القرآن الكريم المنتشرة في مساجد مصر العامرة. عادت حلقات الذكر، عادت مجالس العلم والعلماء، مجلس الحديث، مجلس الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مساجد مصر عامرة إلى يوم القيامة. أيها الأحبة، هذا اللقاء الدعوي ضمن هذا الأسبوع الثقافي، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. جمع غفير يحضر معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك في مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى كلمات العلم، ونبدأها بكلمة فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف السابق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى معالي وزير الأوقاف الذي يحرص دائما وأبدا على أن تدب الحياة في المساجد من جديد، ولا أن تعود روح الدعوة الإسلامية بعد غيابها فترة من الزمن. فالحمد لله الذي يسر الأسباب وذلل الصعاب حتى قدرت هذه اللقاءات الدعوية اعتماداً على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشكر لجاري العزيزين أيضاً على تقديمهم لي لتكون الكلمة الأولى بالنسبة لي، وأسأل الله أن يرزقني الصواب والسداد في القول والعمل، فأقول وبالله التوفيق. شاءت إرادة الله جل في علاه أن يخلق خلائق لا يعلم عددها إلا الله، وشاءت إرادة الله ألا يستغني مخلوق من خلق الله عن سائر خلق الله، وإنما كل خلائق الله يفتقر بعضها إلى بعض وفق إرادة الله وصنع الله. والدليل على هذا أننا لو نظرنا إلى كافة المخلوقات بلا استثناء نجد حاجة السماء إلى النجوم لتزينها، ونجد حاجة القمر إلى الشمس ليبزغ ضوءه أو نوره، ونجد الأرض بحاجة إلى السماء لتكون سقفا محفوظا بالنسبة لها، ونجد كذلك النهار بحاجة إلى الشمس ليجليه، ونجد كل إنسان بحاجة إلى إنسان آخر ليسر له سبل العيش الكريم، فالكل محتاج إلى غيره، وما تنزه عن غيره إلا الله جل في علاه. الكل مفتقر إليه وهو الغني عن خلقه. ولهذا عندما نقرأ قول الله تعالى الله الصمد، فمعنى كلمة الصمد الغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن هنا في ضوء حاجة الكل إلى الكل كما أشرت في مقدمة الكلمة أقول إن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان الأول وتفرع بنوه منه شاءت إرادة الله أن يجعل كل إنسان مفتقر إلى إنسان آخر لاعتبارات تبلغ حدا في الكثرة. الاعتبار الأول أنه لو تفرد أحد بالاستغناء عن سائر خلق الله لكان له أن يدعي ما لا يتأتى ولا يكون، ويكون قد ضاه الله في بعض ما اختص الله به نفسه، فشاء الله أن يجعل حاجة هذا إلى هذا من أبلغ الأدلة على أن الافتقار إلى الغير هو من لازم الإنسان في هذه الحياة. الأمر الثاني أن الحق سبحانه حين جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض
فإنها إرادة إلهية ليكون التواصل ويكون التلاحم وليتحقق قول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومما يساعد على التعارف التعامل بين الناس والتعاون بين الناس، وكذلك كل صور الجمال في التعامل بين الناس بعضهم مع بعض. الأمر الثالث أننا حين ننظر إلى كتاب ربنا ونعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ندرك أن هذا العنوان الذي تم اختياره وهو الدين المعاملة، وإن كانت الجملة قصيرة في مبناها ولكنها واسعة الدلالة في معناها، وهي ليست بحديث وإنما حكمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا قائلا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها. في ضوء هذا الأمر نظرت في كتاب ربنا وسنة نبينا، فوجدت أن هذا العنوان يحتاج إلى باحث متخصص ليسجل فيه درجة الماجستير أو الدكتوراه. لماذا؟ لأننا حين نريد أن نستخرج صور المعاملة بين الإنسان وغيره، وجدت أن معاملة الإنسان مع غيره تتجلى في الجوانب التالية: الجانب الأول وهو أسماها وأرقاها، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الجانب، هو أن يتعامل الإنسان مع الله. إذن أول صورة من صور المعاملة المعاملة مع الله، وسوف أبين ذلك في حدود المتاح. الجانب الثاني أو الصورة الثانية للمعاملة هي كيف نتعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أيضا سوف نوضحه. الجانب الثالث كيف يتعامل الإنسان مع الآخرين، سواء أكانوا يدينون بدين أم يدينون بغير دين، فهو يتعامل على أساس من الإنسانية في ضوء كتاب ربنا أيضا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الجانب الرابع كيف يتعامل الإنسان مع الكائنات الحية من حيوانات ومن طير ومن حشرات، وهذا كله وارد في كتاب ربنا ووارد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الجانب الخامس كيف يتعامل الإنسان مع الجمادات، أي كيف يتعامل مع الطرق، كيف يتعامل بعض الوسائل التي توصف بأنها جمادات ولكن هناك إشارات تبلغ حدا في الكسرة تضع قواعد للتعامل مع هذه الجمادات. هذه النقاط الخمسة تحتاج إلى معالجة وإلى وقت وإلى سعة، ولكني سأشير إلى أسمى مراتب المعاملة، وهي المعاملة أو التعامل مع الله جل في علاه. الحق سبحانه وتعالى رسم لنا السبيل الموصلة إليه، ولا يوجد دين على ظهر الأرض قد وضع القواعد الموصلة إلى الله كما يريدها الله بمثل ما هو متوفر في شريعة حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا رسول الله. فالله سبحانه وتعالى قد رسم لنا السبيل الموصلة إليه ليكون تعاملنا مع الله في ضوء ما ورد في كتاب الله، ومن هنا تكون نقطة البدء متمثلة في الآتي: أولا، أن تبذل كل جهد ممكن في أن تحب الله،
فإن وصلت إلى هذه المرحلة فإن الحق سبحانه قد وعد من سلك هذا المسلك بما ورد في كتاب ربنا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وبين أن أسمى المحبين لله إنما هم الصادقون في حبهم لله جل في علاه، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الحب سيجعلك لا تنسى ربك، وكل أمر يتعلق بتذكرك بالله يترتب عليه حمد بالنسبة لك وسمو ورفع قدر. والدليل على هذا أنك حين تحب ربك، ومن يحب محبوبا فإنه لا ينساه، فإنك تكون دائما ذاكرا لله، فإذا ما ذكرت ربك تحقق لك وعد ربك بقول الحق سبحانه: فاذكروني أذكركم. تذكره سرا تذكر سرا، تذكره في ملأ تذكر في ملأ خير من ملأ. كذلك تشكر ربك على ما أعطاك في إطار التعامل مع الله، فالله لم يشأ أن يجعل شكرك له بلا مقابل، بل إنه وعدنا بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن فأنت تتعامل مع الله بالشكر، والله يقابل شكرا بشكر وزيادة، وهو الفضل أو التجلي. كذلك تحرص قدر الاستطاعة على أن تسمو وأن ترتقي من الأرض إلى السماء، بل أن تتجاوز بروحك السماوات العلى. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الأمر خاصا به، ولكنه أخبرنا أن القرب من الله ليس قاصرا على سيدنا رسول الله، ولكننا لن نصل إلى ما وصل إليه سيدنا رسول الله، وإنما نصل إلى حد أراد الله أن نصل إليه في ضوء قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. إذن فالقرب من الله متاح. هذا القرب من الله أيضا في إطار التعامل مع الله يحيي في الإنسان ملكة المراقبة، ويبعث في الإنسان الضمير الذي أوشك على الموت أو هو في غرفة الإنعاش في هذه الأيام. فنتذكر الآيات الكريمة: إن الله كان عليكم رقيبا، إنه يعلم السر وأخفى، إلى غير ذلك من الآيات التي تحيي كما قلت ملكة المراقبة الذاتية. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. هذا الإحياء لهذا الأمر وهو قضية المراقبة الإلهية تدفع بالإنسان بعد فترة زمنية إلى أن يسمو ويرتقي. وما حرص الإنسان على أن يصعد إلى السماء وخزله الله، بل إن الله وعد كل راغب في هذا بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مدد بين الله وبين الراغبين في هذا الأمر، ليكون التعامل من الله على أساس من فيض إلهي يتجلى به الله على من حرص أن يسمو إلى حيث شاء الله جل في علاه. هذه إشارة بسيطة للغاية في إطار ما يتعلق بتعاملنا مع الله. أما تعاملنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نقطة البدء أيضا
أن نقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبنا لأنفسنا وعلى حبنا لأهلينا وأموالنا. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال هذا الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. سيدنا عمر كان يسمع هذا الحديث فوقع في صدره أنه من الممكن أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ولده، من أهله، من ماله، لكن من نفسه. فقال له: يا رسول الله، أما هذه ففي النفس منها شيء، يعني كن أحبك أكثر من نفسي ففيها شيء. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من نفسه. فطابت نفس عمر رضي الله عنه بقول سيدنا رسول الله. والله شغلتني هذه الجملة كثيرا، ثم فكرت فيها فأدركت فعلا أننا يجب شرعا أن نقدم حب رسول الله على حب أنفسنا. والدليل على هذا ما يلي: انظر إلى كل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كل نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أنه إما أنه قد أمرنا بأمر يقربنا من الجنة، أو نهانا عن أمر لو فعلناه دخلنا به النار. إذن فكل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل نواهي رسول الله هي منجاة بالنسبة لنا، ولا يوجد نص واحد في السنة النبوية إن التزمنا به لا قدر الله أن يوردنا مورد الهلكة، على بل هي كلها مؤدات أو مؤدية إلى النجاة. سل نفسك فيما بينك وبين نفسك: ألم تحدثك نفسك بيوم أو في يوم من الأيام أن تنظر يمينا أو يسارا؟ ألم تحدثك نفسك في يوم من الأيام أن تتقاعس عن الخروج لصلاة الفجر لشدة البرد؟ ألم تحدثك نفسك في يوم من الأيام أن تأخذ شيئا لأن أحدا لا يراك ونسيت أن الله يراك؟ ألم تحدثك نفسك في يوم من الأيام أن تحول بين الناس وبين بعض حقوقهم؟ إذن أوامر النفس بالنسبة لصاحبها منها المهلك ومنها النافع، وأما أوامر رسول الله فكلها نجاة بلا استثناء. فأيهما يكون أحق بالتقديم؟ من أمرنا بأوامر لندرك النجاة، ولا من يأمرنا بأوامر لنورد أو لنرد مورد الهلكة في بعض الأحيان؟ ولذلك لا بد من حب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بالأقوال بل بالأفعال. لا بد من اتباع السنة وإحيائها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لا بد من حسن الخلق في إحياء أيضا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أيضا أن ننزل على كل تعاليمه، لأن في تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير. وحسبنا أن أي حديث نأخذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن تستقيم به الحياة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية ثانية: المسلم من سلم الناس، وهي أوسع في دلالتها من قوله سلم المسلمون. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه
ولا يخزله ولا يحمله على شيء يكرهه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أحاديث ليس بإمكاننا أن نذكرها أو نحصرها. أكتفي بهاتين الإشارتين فيما يتعلق بتعاملنا مع الله، وذلك من خلال إحياء ما ورد في كتابه وتطبيق النصوص القرآنية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، كذلك التعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله ما في التعامل مع الله ومع سيدنا رسول الله إلا كل خير، قد لا يكون معك ما تخرجه من جيبك لتعطيه لفقير حتى تأخذ أجره، ولكن معك ما تأخذ به ملايين الحسنات دون أي جهد أو مشقة. من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشر، ومن صلى علي عشرا صلى عليه الله بها مئة، وهذا لا يكلفنا شيء، ولكنه ينير قلوبنا ويهدئ نفوسنا ويطيب أرواحنا ويسمو بنا. ولهذا أوصي نفسي وأوصيكم أن نطبق ذلك، ولا نقف عند حد الأقوال، بل لا بد من الترجمة إلى الأفعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلاة وتسليما على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف السابق، والتي حدثنا فيها عن حاجة الناس بعضهم لبعض في شؤون هذه الحياة، وأيضا الأمر بالتعامل مع كافة الناس بالحسنى، بل التعامل الأمثل مع الحيوان ومع النبات ومع الجماد. ثم أشار فضيلته إلى أسمى التعاملات، وهو التعامل مع رافع السماء بلا عمد، مع المولى سبحانه وتعالى، ثم التعامل الأسمى مع سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما زلنا معكم أيها الأحبة في رحاب مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن أسابيعها الدعوية الثقافية التي تجوب بها مساجد مصر العامرة تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك متحدثا، وسوف نستمع إلى كلمة فضيلته بعد قليل، فضيلة الدكتور العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة. يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف. يحضر معنا فضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ كامل
محمد أحمد مدير إدارة أوقاف حلوان، فضيلة الدكتور ياسر معروف مدير إدارة أوقاف المعادي، فضيلة الشيخ ربيع اللبيدي مسؤول تفتيش المتابعة بمديرية أوقاف القاهرة، كما يحضر معنا فضيلة الشيخ شعبان عبد الحليم توفيق المفتش بأوقاف حلوان، وفضيلة الشيخ حسام عبد السميع محمد المفتش بإدارة حلوان أيضا، وفضيلة الشيخ أحمد طاهر إبراهيم المفتش بأوقاف المعصرة. يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي المبارك فضيلة الشيخ محمد حسن مدير إدارة حدائق حلوان، مدير إدارة أوقاف حدائق حلوان، وأيضا فضيلة الشيخ طاهر ناصف محمد مدير إدارة أوقاف مدينة 15 مايو، كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر المبارك، مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان. ونحن في هذا اللقاء المبارك نتحدث كما استمعتم من فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض حول موضوع هام، وهو موضوع الدين المعاملة. والآن نستمع إلى كلمة فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فالشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف ولكل الزملاء القائمين على ترتيب هذه اللقاءات المباركة والمنتشرة في مساجد جمهورية مصر العربية، والشكر موصول إلى شيخي وأستاذي فضيلة العالم الجليل المفكر معالي الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، والشكر موصول للصديق العزيز الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، والشكر موصول لهذا الجمع الكريم. أدعو الله عز وجل أن يجعله جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، والشكر موصول للقائمين على هذا المسجد الطيب المبارك على حفاوة الاستقبال. تحدث شيخي وأستاذي عن أسمى مراتب المعاملة، وهي حسن المعاملة مع الله ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع الكريم، الله عز وجل قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فأصل الإنسانية واحد كما قال الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقولون إن الإنسان مدني بطبعه، أي لا يستطيع أن يتخلى
عن أخيه في الإنسانية أو عن أخيه في الدين. لا يستطيع الإنسان أن يحيا بنفسه دون أن يختلط وأن يتعامل مع الآخرين من بني الإنسانية. ومن هنا حديثي مع حضراتكم تكملة لحديث شيخي وأستاذي عن المعاملة بين الناس، بين المسلم وبين غيره من بني دينه أو من بني الإنسانية. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قط إلا ودعانا إليه وحثنا على فعله والإتيان به، وما رأى شرا والعياذ بالله إلا أمرنا بالانتهاء عنه وتجنبه. لذلك جاءت الآيات القرآنية التي تحثنا على المعاملة الحسنة فيما بيننا، في معاملاتنا مع بعضنا أو مع غيرنا. كذلك جاءت الأحاديث النبوية تدعم هذا الأمر. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومدح الله عز وجل الأنصار على حسن استقبالهم لإخوانهم من المهاجرين، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى إذن جاءت الآيات القرآنية لتحثنا على حسن المعاملة مع الناس كافة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من جوامع الكلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وطأت قدمه الشريف المدينة المنورة كان من أول ما قال، من أول ما دعا، من أول ما حث به الناس أن قال: أيها الناس. وانظر إلى هذا التعبير، لم يخصص فئة بعينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه للناس كافة. قال: أيها الناس، نداء لجميع الناس: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم ها بسلام وصايا غالية. إفشاء للأمن والأمان والطمأنينة ومساعدة للمحتاجين من بني الإنسانية، وتقارب وتآلف وتحابب وتعاطف بين الأقرباء وصلوا الأرحام، ثم دعوة ووصية للتقرب إلى الله عز وجل وصلوا بالليل والناس نيام. لا يليق بإنسان مسلم
ينتمي لخير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن يكذب على إخوانه من بني دينه أو على إخوانه من بني الإنسانية من أجل مصلحة أو تجارة أو منفعة، لأن هذا يتنافى مع محاسن الأخلاق التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا يجتمع الكذب والإيمان في قلب المؤمن. ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون بخيلا؟ قال: نعم. أيقول كذا وهو يقول نعم؟ إلى أن قيل له: أيكون كذابا؟ قال: لا. فليس من محاسن الأخلاق أو المعاملة الطيبة بين الإنسان وبين غيره من بني دينه أو من بني الإنسانية أن يكذب، كما لا يليق بإنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي غيره من بني الإنسانية أو حتى من الكائنات التي تتعايش معه على أرض هذا الكوكب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يعني من لا يأمن جاره ظلمه أو إيذاءه أو التضييق عليه والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يؤذي جاره، سواء كان هذا الجار الجار في المنزل أو في العمل أو في أي مكان كان. هذه ليست من الأخلاق الحميدة التي دعانا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد استمعنا منذ قليل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلاه على مسامعنا أستاذنا وشيخنا الدكتور بكر: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم كامل الإيمان، كامل الإيمان من سلم الناس من لسانه بأي قول يؤذي والعياذ بالله. ونحن نزعم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء والعياذ بالله، إنما كان صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في معالي الأخلاق الحسنة. لا أقول في الأخلاق، إنما أقول في معالي الأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله فليسمع إلى ما قالته السيدة عائشة حينما وصفته صلى الله عليه وسلم قائلة: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، في عبادته، في معاملته لإخوانه من المسلمين، في معاملته لإخوانه من بني الإنسانية، في النصح، في كل شيء من حياته صلى الله عليه وسلم. لا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغش غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حين مر بالسوق ووجد صبرة الطعام ومد يده في أسفلها فوجد بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جعلته من أعلى حتى يراه الناس؟ إذن الإنسان المسلم الذي ينتمي لخير أمة أخرجت للناس لا يغش في البيع أو في الشراء، أو في النصيحة، أو حتى في النصيحة
لا يكون المؤمن غشاشا أبدا. يا صاحب الطعام هل جعلته من أعلى؟ ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة تكون في الصدق وفي الأمانة في البيع والشراء مع كافة الناس. قد يسأل بعض الناس عن قلة البركة، اسمعوا إلى سيدنا رسول الله وهو يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. تحرى الحلال وتحرى الصدق، وكان مثالا صالحا لدينه ولوطنه ولإخوانه من الإنسانية. فإن صدقا وبينا بورك لهما، أدي البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يليق بمسلم يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لنفسه، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه انتقم لنفسه أبدا، إنما كان يعفو ويصفح. وقد استمعنا منذ قليل إلى قوله تعالى في معرض بيانه لصفات المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كان صلى الله عليه وسلم، وانتبه جيدا، يعفو ويصفح عند المكنة. ولذلك قال: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وخيره من الحور العين ما شاء. في معاملاتنا فيما بيننا لا يليق بالمسلم أن يحسد أخاه من بني دينه أو من بني الإنسانية، لأن هذا يتنافى مع قيمنا، مع قيم ديننا الحنيف. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الإنسانية درسا في نقاء وصفاء القلوب، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ثم كررها ثلاثا في ثلاثة مجالس متفرقات. فأراد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقف على صنيع هذا الرجل الذي بشره النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه واحتال بحيلة حتى يكون في جواره. لماذا؟ ليقف على صنيعه ويقلده في فعله. فاستضافه الرجل، يقول سيدنا عبد الله بن عمرو: فلما كان الليل لم يقم هذا الرجل ولم يصلي قيام الليل، ظل نائما حتى استيقظ لصلاة الفجر، يعني صلى العشاء ونام واستيقظ قبل صلاة الفجر وذهب وصلى وعاد، هي دي حياته. صاحبه سيدنا عبد الله 3 أيام، في اليوم الثالث خلاص لم يجد له من عمله إلا المحافظة على الصلوات 5 في المسجد وخلاص في جماعة. فلما أراد أن يفارقه قال: يا رجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ولم أرى لك كثير عمل في عبادة الله، وهم أن ينصرف. فناداه الرجل وقال: يا عبد الله، والله لا أفعل إلا الذي رأيت، غير أني لا أكن لأحد من الناس حسدا في قلبي، لا أكن لأحد حسدا أو غلا
في قلبي. فقال سيدنا عبد الله بن عمرو: هي والله التي بالغت بك، هي والله. ولذلك مدح الله عز وجل الأنصار قائلا: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس أن يحسد غيره أو أن يغدر والعياذ بالله أو يخون. هذه ليست الغدر أو الخيانة ليست من شيم المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء، فيقال له: هذه غدرة فلان ابن فلان. والغدر هنا عدم الوفاء بالعهد أو الخيانة والعياذ بالله. الإنسان اللي بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخلق بأخلاقه، لا ينتقم لنفسه، لا يغدر، ولا يقابل السيئة بالسيئة أبدا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقابل السيئة بالسيئة، إنما كان يعفو ويصفح ويتجاوز. لذلك أحبه الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا حبا في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعاليم دينه الحنيف التي جاء بها. حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسمو أخلاقه يا أخي فيها أكثر من أنه عفى صلى الله عليه وسلم وصفح عمن حاصروه في شعب أبي طالب واستولوا على أمواله وعلى داره وفرقوا بينه وبين إخوانه وأحبابه. لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم في فتح مكة ماذا فعل بهم؟ كلنا نحفظ هذه العبارة، لكن هل لا طبقناها في واقعنا الحياتي؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك أذكر نفسي وأذكر حضراتكم بأننا ينبغي علينا أن نكون مثالا يحتذى به في معاملاتنا مع بعضنا، في معاملاتنا مع إخواننا من بني الإنسانية، مثال صالح لخير أمة أخرجت للناس لمن ينتمي إلى الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة تمتاز بالوسطية والأخلاق الحميدة، أمة أثنى عليها رب العزة تبارك وتعالى بكل ما هو جميل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأل الله عز وجل في مقامنا هذا وفي لحظاتنا هذه أن يزيننا وأن يجملنا بمحاسن الأخلاق. اللهم جملنا وزيننا بمحاسن الأخلاق، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الشكر موصول لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا أيها الأحبة
استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها فضيلته حول التعامل الأمثل لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع جميع أفراد المجتمع، جميع أفراد المجتمع أيا كانت ديانته، فما بالكم بالتعامل بيننا نحن المسلمين. حقا أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى التعامل الأمثل في هذه الأيام، خاصة من حيث عدم الغش، عدم الاحتكار للسلع وقوت الناس، بل نعمل على التراحم والتكافل ومد يد العون والمساعدة إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى المحتاجين. نحن في حاجة أيها الأحبة إلى أن نقتدي كما استمعنا من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، ما أحوجنا إلى أن نقتدي في تعاملنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، في تعامله أولا مع الله سبحانه وتعالى، في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأهل، مع الأتباع، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الزملاء. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان المثل الأعلى في التعامل مع أتباعه، مع أصحابه، مع أصدقائه، مع أهله، مع زوجاته، في بيته صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، كيف ربى، كيف علم. هذا الموضوع أيها الأحبة، الدين المعاملة، حقيقة موضوع هام، وأنا أنظر إليه إلى أنه كالحديقة الغناء المليئة بجميع ألوان الفاكهة الطيبة، كل نوع يحتاج إلى عدة محاضرات وعدة ندوات، كل لون من ألوان هذه الفاكهة الطيبة في هذه الحديقة الغناء، حديقة المعاملة، يحتاج إلى كثير من الأحاديث لنتحدث عن التعامل مع الجيران. كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جيرانه؟ والقصة مشهورة مع الجار الذي كان يأتي إلى الحبيب المصطفى ويجمع جميع القمامة ويضع هذه القمامة أمام بيت الحبيب المصطفى، وكان هذا الجار على غير دين الإسلام، غاب 3 أيام، فسأل عنه الحبيب المصطفى فقيل إنه مريض. طيب الحمد لله أن ريحنا منه، مش ده اللي احنا نقوله؟ مريض، الحمد لله ريحنا منه. لا لا، إنه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل قال دلوني على بيته. هو ساكن فين؟ قال بيت ده. ذهب إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وطرق الباب، من؟ قال له محمد. محمد كيف؟ ده أنا اللي بجمع القمامة كلها وآتي بها إلى بيته.
وعلى باب بيته، فقال له: نعم أنا محمد بن عبد الله. شوف أدب الحبيب المصطفى، لم يقل له أنا رسول الله، لأنه لا يؤمن بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا محمد بن عبد الله، ما الذي جاء بك يا محمد؟ قال: غبت عنا 3 أيام فجئنا نسأل عنك، قيل إنك مريض فجئنا لزيارتك وعيادتك. الرجل هرول ونزل: يا محمد أدينك يأمرك بذلك؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وأكثر من ذلك. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هو التعامل أيها الأحبة. قدوتنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل، كما قلت لحضراتكم، هذا الموضوع موضوع كبير. حديقة غناء مليئة بأطايب الفاكهة ألوان التعامل، وقد استمعنا إلى كلمة العلم من علمائنا الأفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين، وفضيلة الدكتور العالم الجليل خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، والكل طاف وتحدث حول هذا الموضوع الدين المعاملة. ما أحوجنا خاصة في هذه الأيام إلى التعامل الأمثل فيما بيننا، ما أحوجنا إلى التراحم في المعاملة، ما أحوجنا إلى السماحة في المعاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في قلوبنا الرحمة والتراحم والتماسك والاصطفاف، اللهم آمين. أيها الأحبة، ما زلنا معكم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. معنا جمع غفير في هذا المسجد الطيب المبارك، ونتقدم إلى جميع العاملين في هذا المسجد المبارك بخالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وحسن هذا التنظيم، إلى فضيلة الشيخ إمام وخطيب هذا المسجد فضيلة الشيخ إبراهيم محمود عبد الجليل، جزى الله خير الجزاء كل من ساهم في هذا اللقاء المبارك من العاملين في وزارة الأوقاف، العاملين في مديرية أوقاف القاهرة، كل من ساهم وكل من حضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل الطيب المبارك في ميزان حسناته، اللهم آمين. نصل بحضراتكم إلى مسك الختام، إلى الدعاء، إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، ادعوني أستجب لكم. مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ عبد الله بدران. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا وسلم وزد وبارك على سيدنا.
شاء الله يا سيدي، ربنا يحفظك حبيبي، جزاك الله خير. بسم الله ما شاء الله. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، صلاة وتسليما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل فضيلة الشيخ عبد الله بدران، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة. أيها الأحبة، كان معنا قارئا في هذا اللقاء فضيلة القارئ الشيخ صبري متولي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ عبد الله بدران. ومن العلماء الأفاضل المتحدثين كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف السابق، وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة. حضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر، وكوكبة من علماء ومفكري وقادة وزارة الأوقاف. أيها الأحبة، حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، حيث يتجدد اللقاء غدا إن شاء الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.